وردتنا معلومات أن فرنسا اتصلت بي. فرنسا عندها مواليها وتعرفهم، بجيش لعلي غديري وجيني هنا وعلاش، ونعرفهم كل، جيني أنا وش راح تدي مني؟ تهز الطابق يبان الضلوع. فرنسا عندها من يحمي مصالحها. أنا فرنسا نقدر نتعامل معها كرئيس جمهورية إذا كتب ربي من مصدر المساواة، دولة مع دولة. ما نقدرش نتعامل معها على حساب الجزائر. تتعامل مع الناس اللي قابلين بهذه الصفقة. ما يتعاملش معي أنا، ما عندي معهم حتى ارتباط، ني معهم هما ني مع غيرهم. وعمري لا أدخل في المتاهات. ونهار اللي كتب لكان هذا هو المصدر تاعك الصحافة الفرنسية الإلكترونية خرجت باللي أني التقيت مع ممثلين للمخابرات الأمريكية في باريس، كتب الانفورماسيون تاعو. رجعت له على 10 تاع الليل، ويمكن ما رقدش لاني نضت الصباح لقيت على 8 رجع لي. قلت له اتحداك تثبت بما تقول، وانا كي غرني نشوف الانجليز ولا 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 الصين ولا الامريكان وش داني حتى نروح لفرنسا. وعلى فرنسا محتمه نقدر نشوفهم لهنا، ولا نروحوا الكونغ ونشوفهم، وعلاش نروحوا لفرنسا؟ حتما باش تشوف واحد اخر لازم تروح لفرنسا. وليس هذه الثقافة تاعي، لأني ضابط في الجيش، كرست عمري في خدمة البلاد وفي خدمة مؤسسة، une institution république.